تهل منتخب فنزويلا وبيرو مشوارهما في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوبا أمريكا بمواجهة قوية بينهما اليوم في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة التي تستضيفها البرازيل. ومن المقرر أن يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى دور الثمانية بجانب أفضل اثنين من الفرق التي حصلت على المركز الثالث. وكان منتخب البرازيل وبوليفيا افتتح البطولة فجر اليوم على ملعب المرمبي ضمن المجموعة الأولى.